من الميدان آثاره اليوم على الوضع الإنساني بإغلاق المعابر بما نتحدث عنه؟ هل لا زال شبح المجاعة هو الذي يلوح في الأفق اليوم بشير جبر؟ ونحن نتحدث عن إغلاق المعابر وأيضا إمعان الإسرائيلي في هذا الإغلاق، كيف هو الوضع الإنساني لديك؟ حقيقة أن منذ قرابة 5 أيام والمعابر الفلسطينية، معبر رفح البري من الناحية الفلسطينية، معبر كرم أبو سالم، يعني لا يستطيعون العمل جراء العملية العسكرية المستمرة باتجاه الجانب الفلسطيني من هذه المعابر، وبالتالي المساعدات الإنسانية التي كانت تدخل عبر جمهورية مصر العربية طيلة أيام العدوان لم تستطيع ولم تعد تستطيع الدخول إلى هذه إلى قطاع غزة جراء هذا العدوان على الجانب الفلسطيني من المعبر، وبالتالي أوضاع الفلسطينيين هنا سيئة للغاية لأنهم يعتمدون على هذه المساعدة في تأمين نفوس يومهم. اليوم لهذا اليوم الخامس على التوالي لا يستطيعون الحصول على أدنى مقومات الحياة من طعام وشراب ومياه وكذلك من أدوية ومستلزمات طبية ووقود، وهو أثر بالفعل على قدرة الفلسطينيين في تأمين هذه الاحتياجات، خصوصا يعني ان ما كان يكفي لسكان الفلسطين هو حاجات بسيطه وللغايه، الاسواق بدات صحيحه ولا يوجد لها اي سلع وبضائع هنا في القطاع، وهو ما يعمق الكارثه الانسانيه الموجوده منذ اليوم الاول للعدوان، واصبحنا نعيش في قلب الكارثه في ظل استمرار هذا هذه العمليه العسكريه المتواصله في الجانب الفلسطيني من المعابر. وبالتالي هناك تحذيرات امميه وعالميه والمجتمع الدولي وراسها ايضا جمهوريه مصر العربيه التي حذرت مرارا وتكرارا من يعني خطوره ما يجري في قطاع غزه وعلى ادخال هذه المساعدات جراء هذه العمليه الاسرائيليه المستمره بحق مدينه رفح. يعني بشير، منذ الايام الاولى لهذا العدوان بخطوطه العريضه وبتفصيلاته الدقيقه، ونحن نتحدث انه لا ماء، لا كهرباء، لا وقود، لا غذاء، والعدوان والموت يتربص الفلسطينيين أينما ذهبوا في قطاع غزة. أو أين يصل اليوم الفلسطينيون فيما يعيشونه بشير؟ أين سيفرون؟ أين سيذهبون؟ كيف يقتاتون اليوم بما لديهم؟ هل كما تم الإشارة يوجد بعض من المخازن على الأقل بالأدوية والاحتياجات الطبية، ولكن هنالك تقطع للأوصال وصعوبة الوصول إليها؟ هل هنالك بعض مما يمكن أن يستعين به اليوم الفلسطينيون ولو ما يسد رمقهم لساعات أو أيام قليلة؟ يعني ما يوجد في قطاع غزه هو ما يمتلكه الفلسطينيون، وما تقع هؤلاء الفلسطينيون تحديدا في منازلهم، ولكن لا يوجد اي مخازن اخرى كبيره او مستودعات يوجد بها اي طعام او شراب في هذه المنطقه، خصوصا ان هذه المناطق هي قد استهدفت، ومن هذه المخازن هي مخازن استهدفت في داخل معبر رفح البري في الجانب الفلسطيني والتي كانت مليئه بالمساعدات التي كانت تدخل الى قطاع غزه. دمر الاحتلال منذ العمليه العسكريه في اليوم الاول لدخوله لمعبر رفح البري من الجانب الفلسطيني، لا يوجد في هنا اي مقومات لتعزيز صمود الفلسطينيين سوى بعض الاحتياجات التي كان هؤلاء الفلسطينيون يخزنونها في منازلهم او في خيامهم تكفيهم ذلك في ايام فقط، ونحن لا نتحدث عن كميات كبيره، نحن نتحدث عن كميات بالكاد تستطيع تامينهم لايام قليله فقط. الفلسطينيون ومنذ ساعات النزوح الاولى، وخصوصا اننا نتحدث هنا في المشهد الاخير لمدينه رفح، هم يتساءلون الى اين نذهب؟ ما المصير؟ الى اين يعني قرار النزوح هو قرار صعب للغايه، تترك كل شيء، خلفك ومنزلك وبيتك وحياتك وذكرياتك وكل شيء، وتذهب بحثا عن الامن في منطقه فارغه من السكان، منطقه زراعيه لا يوجد بها ماوى، لا يوجد بها اي مقومات للحياه، لا يوجد بها اي منطقه حضاريه تستطيع اعاده الاعداد الكبيره من السكان الفلسطينيين، وبالتالي هناك خطورة حقيقية على حياة هؤلاء الفلسطينيين في ظل استمرار هذا العدوان، هم لا يستطيعون تأمين أدنى مقومات الحياة الإنسانية لهم في هذه المناطق وفي هذه القيام الذي يعني أيضا تفتقد إلى الأمن والأمان في جنوب وفي عفوا في المنطقة الغربية للقطاع.